شباب تالتة ثانوي، ازيكم؟ عامل ايه؟ مكملين حل كتاب بنك الاسئله الامتحانات، مراجعه التفاضل والتكامل. وصلنا لنموذج رقم 14، بنكمل فيه يا شباب. عندي مساله بيقول لي اذا كان في الشكل المقابل امثل الدال شرط. الرسمه الموجوده قدامنا على ايدنا الشمال دي المشتقه الاولى. اول ما اجيب المشتقه الاولى لازم اجيب نقطه التقاطع المرسومه اللي هي النقطه الحرجه يعني. فهتلاحظ عند السالب 3 وعندي ايه؟ وعندي الواحد. مركزين للرسمة، رسمة قدامك اهي، شايف؟ من اول سالب 3 لحد واحد، ايه نقطة الحرجة قبلها الخط واقع تحت، يبقى دي منطقة سالبة، تمام؟ هنا تناقص. وبعد كده من سالب 3 لواحد بتقع فوق في المنطقة اللي فوق، اللي فوق اللي بصوا شباب الرسمة عاملة كده، هنا سالب 3 وهنا واحد. طالما قبل سالب 3 بيقع في المنطقة اللي تحت، ده سالب. طبعا الصادات بتبحث حسب الصادات، اللي فوق بيبقى موجب واللي تحت بيبقى ايه؟ بيبقى سالب. فمن اول سالب ما لا نهايه سالب 3 بتبقى سالبه، بتتناقص. بعد كده في تزايد حصل من سالب 3 لواحد، يبقى هنا موجب. بعد كده في تناقص تاني من واحد لحد ما لا نهايه. طيب فين النقطه الحرجه؟ لان عايز المشتقه التانيه. النقطه الحرجه اللي عندها حصل فيها انقلاب عند السين كانت بسالب واحد، تمام؟ النقطة اللي عندها انقلاب كانت فين في الرسمة اللي عندنا اللي على الشمال؟ كانت عند سالب واحد، تمام؟ يعني الرسمة كانت كده، وفي انقلاب هنا عند مين؟ عند السالب واحد. فالسالب واحد دي اللي حصل عندها انقلاب. طيب السالب واحد بص معايا كده، شايف المنحنى كان عامل ازاي؟ كان محدب لأعلى، يبقى دي كانت رسمة الدال شرطة س. هنا ندرس عند السالب واحد كان في تناقص اهو، وبعدين في تزايد هنا، يعني هنا في تزايد وهنا تزايد كده يعني. تعمل ايه؟ الرسمة بتاعتك مقلوبة من اول فين؟ هنا انت عندك، لان لما تيجي تاخد المماس يعمل زاوية حد، وان المماس هياخد زاوية منفرجة. فتلاحظ طالما دي رسمة المشتقة الاولى، يبقى عند السالب واحد، السالب واحد شوية كانت عندها نقطة انقلاب، حصل انقلاب عندها عند السالب واحد واتنين كده، سالب واحد واتنين في انقلاب. يعني السالب واحد اللي عندك دي قبلها كان في تحدب ايه؟ يعني في تزايد اهو، مش في تزايد؟ التزايد خد بالك دي رسمة الدال شرطة س، عشان ما تتلخبطش، دي رسمة الدال شرطة س. فطالما الدال شرطة س في تزايد هنا، يعني كان هنا ايه؟ موجب اهو. وعند السالب واحد كان في تناقص، يعني دي سالب، يعني معنى كده ان الرسمة كانت هنا كده والرسمة هنا كده. هو بيقول لي بقى دال شرطة س، دال شرطتين اهيت، س بيكون موجبة امتى؟ موجبة من الفترة المفتوحة من سالب ما لا نهاية لحد سالب واحد. الإجابة بتاعتك هتختار الإجابة ج. تاني يا شباب محدش اتلخبط، دي رسمة المشتقة الأولى، رسمة المشتقة الأولى هنا من أول سالب ما لا نهاية لحد سالب واحد، ومن واحد لحد موجب ما لا نهاية، في نقطة انقلاب حصلت عند السالب واحد واتنين، دي نقطة انقلاب، ماشي؟ الانقلاب اللي عندك أهو من سالب واحد لاتنين. فانت لما يجيلك الدالة مشتقة أولى بترسم خط وبتشوف النقط اللي قطعت فيه، يعني دي الرسمة بتاعت المشتقة الأولى. النقط الحرجة عند س بسالب 3 وعند س بواحد، عملنا هنا سالب 3 وعملنا هنا واحد. قبلها كان في تناقص، كانت في الخط وقع تحت، يعني ده سالب، تمام؟ ومن سالب 3 لواحد الخط المرسوم أو المنحنى مرسوم في المنطقة الموجبة فوق، يبقى ده موجب. ومن واحد لما لا نهاية كان ده سالب. ده بالنسبة لمين؟ ها؟ بالنسبة للمشتقة الأولى. طب المشتقة التانية بقى، ركز كده، لحد السالب واحد كان في تزايد، تزايد يعني لو رجينا نرسم منحنى الدالة الأصلية كان هيبقى عامل كده، وهنا عامل بالمنظر ده، يعني حصل ايه؟ حصل انقلاب للمنحنى بتاعنا الأصلي، لكن هو جايب لي رسمة مين؟ المشتقة الأولى، فطلعت من المشتقة الأولى سالب وهنا موجب وهنا سالب، يبقى اللي تحت كان سالب واللي فوق موجب. لما تيجي بقى تعمل دال شرطتين شوف لحد السالب واحد كان بيزيد ولا بيقل المنحنى؟ كان بيزيد، في تزايد أهو. او خد المماس يعني زاوية حد، وبعد كده من واحد من سالب واحد لما لا نهاية كان بيتناقص بيقل، عاملة كده، تمام؟ فاكرين يا شباب؟ يعني طالما هو بيزيد يعني اشارته موجبة، وده بيقل يعني اشارته سالبة، يعني كان هنا قيمة صغرى وهنا كان قيمة ايه؟ عظمى منحنى. فهو عايزها لما يكون الدال شرطتين س اكبر من الصفر يبقى فيها اشارة موجبة امتى؟ من اول سالب ما لا نهايه لحد السالب واحد، يبقى اجابتك ج. شوف السؤال اللي بعده كده معايا،
التمرين اللي بعده يا شباب، هنا بيقول لي اذا كان الصاد بتساوي ج 5 سين تكعيب في قطع 5 سين تكعيب فيبقى المشتقه بكام؟ لاحظ ان الجا مقلوب القطع، الجا مقلوب القطع، يبقى الداله اصلا كانت بواحد، يبقى المشتقه بتاعت الدال ص على دال س بصفر بس، خلصت، يبقى اجابتك هتبقى صفر. بيقول لي معانا شباب، بيقول لي مساحة المنطقة المحصورة بين المنحنى ص بيساوي س تربيع ناقص 9. خد بالك الدالة دي لما تيجي ترسمها رأسها بيكون صفر وسالب 9، يبقى تيجي عند الصفر والسالب 9 تبقى هنا، وترسم بقى الدالة بتاعتك كده. ليه؟ لأن معامل الس تربيع هنا بموجب، فيبقى رأسه لتحت ورأسه عند اس، رأسه عند صفر وسالب 9. وقال لك إيه تاني؟ ومحور السينات، المحور ده، هذا محور السينات ده. وايه تاني؟ وسين بتساوي 4. طب ما انت لازم تشوف نقطة التقاطع بكام عشان تعرف الأربعة هنا واللي هنا. لما نشوف نقطة تقاطع محور السينات بنعوض عن الصاد بصفر، لما تبقى الصاد بصفر وتبقى س تربيع ناقص 9 بصفر، يعني السين تبقى موجب أو سالب 3، يعني هنا بيقطع في السالب 3 وهنا 3. يعني يا شباب هو عايز المساحة بين الخط ده والمستقيم ص بيساوي 4، فين ص بيساوي 4؟ وأقوم جاي عند السينات كده وأعمل خط رأسي، ده المستقيم اللي اسمه ص ولا س؟ س بيساوي 4، ده المستقيم س بيساوي 4. فاهمين؟ المستقيم اللي اسمه س بيساوي 4 بتعمل كده، فهو عايز المساحة بين المنحنى بتاعنا، فالمنحنى ده هيكمل كده كده مثلا، تمام؟ يبقى هو عايز المساحة دي بين المستقيم بتاع محور السينات والمنحنى بتاعك، وس بتساوي 4. طيب س بتساوي 4 اللي عندك اهو، مساحة المنطقة المحصورة بين المنحنى ده ومحور السينات، وس بتساوي 4 وتقع فوق محور السينات اللي هي المنطقة دي، فحدودك هيكون من 3 ل 4، لأن أنت عايز المساحة دي، المساحة دي يا شباب شايفينها؟ ها، يبقى أنت هتجيب من كام لكام؟ من أول طبعا بنجيب الدالة اللي فوق ناقص الدالة اللي تحت، وحدودي من 3 لإيه؟ ل 4. يبقى المساحة نجيب حدودي من 3 ل 4، الدالة اللي فوق اللي هي الدالة التربيعية س تربيع ناقص 9 ناقص الدالة اللي تحت اللي هي س بصفر دالة س، خلاص؟ يبقى مساحة المنطقة ده اهي، عشان تجيبها المساحة بتاعت المنطقة اللي عندك من 3 ل 4، بتاخد المنحنى اللي فوق ناقص المنحنى اللي تحت. بقى احنا ما بنجيبش حجوم، لو جايبين حجم بنقول باي، وبناخد الداله اللي فوق تربيع ناقص الداله التانية تربيع، تمام؟ لكن في المسألة اللي معانا دي هو عايز ايه؟ المساحة بتاعت المنطقة دي بس، مساحتها. يبقى تاخد من 3 ل 4، فهمتوا يا شباب؟ محدش بقى يحافظ من 3 من 0 ل 4 والكلام ده، يعني طريقة الحل المسألة دي تبقى كده، يعني تبقى فاهم الرسمة عاملة ازاي، ده التربيعات رسمت كده. وهنا عندك الأربعة اهيت الخط، وده محور السينات، ايه المنطقة المحصورة بينهم اللي هي دي؟ حدودي من 3 ل 4. والدالة اللي فوق ناقص الدالة اللي تحت اللي هي ايه؟ س بتساوي صفر، فخلاص هتكمل عادي بقى، تعمل حسب ظهور التكامل وتكتب الدالة بتاعتك، س تربيع، س تربيع ناقص 9، وحدودك هتبقى من 3 إلى 4، ويطلع الناتج معاك بقى ايه؟ 10 على 3. دي الإجابة جه، بس دي طريقة الحل يا شباب.